محمد الحسن وأيت حماد محمد، وهم الإخوان يزاولون مهنة المعصرة سنة 1978. هذه المعصرة قد افتتحت أبوابها سنة 1982 بدوار إيزوركا، والموقع الإلكتروني داتس أونفو يزور هذه المعصرة للاطلاع على كيفية عصر الزيتون. مهم جدا سيري يزيد من الزيتون، نكون عدد من تزيد الزيتون نورد سالم سير نزدنا يفغن سدين لغوتين أرض نتعمار وطيب عني نزميلي دين أرض نتعمار سبلا نرزم البابي أرض مجبوش 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 أرض نعمار نقنكم المرحلة إيه نويتي تسال نويتي الشوامي نويتي تسال بلاتخ نسال سيمشا عشان ننصر لنتعمر تي نتعمر تي تليمشا طريقة تقليدية ايضاً غيقة تقليدية زيت سيول مثلا الشريون لا غير الشريون لا الشريون باش تسمى تاني باش تدوس ديك الخراب ايه يقربي وني تخدم اها قلنا نعمر الكركي قلنا نعمر الكريك نبداو العصير مزيان ايه الكريك هادي دغيا الكريك راه مزيان سي قلنا نعمر الجولي راه مزيان سوفو صار دم زيار سلبين عرض يلي عرض تتفر سيد هي تصفى داس نشكال الحالات سنة تكال يا تكال حسب الزيتون يجي لنا الزيتون ورفيغ داس نتعواس ونتكال الحرات يجي لنا الزيتون احنا داس نتكال تكال يفو ديري هنما تكال الحالات تقريبا مشا تسفق العبرت تقريبا إلا حسب المنطقة والمنطقة أدغار صدغار دي قسوة الزيتون دي يوري سوي إلا دي تقسة إلا الجفاف دي حوالي يومنا دي نقسة دي كار 15% 20% حسب 10% حسب الزيتون نسيتو المنطقة إذا الصاد إما إما المنطقة اللي تجيرو بزاف أنا تجيرو بزاف السيدة تعني غير يورو المنطقة أيت بو يوسف مثلا صفلا يورو ديس تبون أربونا لا عرفنا راه سترة عندنا واحد النخ ولكن المنطقة مكافا يصور مغداد صوت المنطقة تغن الخميس دي زوركا عندنا واحد تغن الخميس الخميس ورسوي 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 الجفاف ورسوي هذيك جوج لتروي لعبارت لترو ونص حسب عشرات 11 مهم لان كان ديك كان شتا ساعات الزيتون ديت نسنقو زوار غادي نقو عاد نويتي درت مكاسه نسنو المسير باش يزد حالا هاي درت كثير يمكن تعطيني ينقى ونويتي الخان درت السيريد سير فيه حرك ين دير إيش تكره مارش هنا يزري يا مارش محمد يا مارش طريقة كسم سيد هما دي جات لي دي جل حاجة إمكان أروح مكان الزيد لا الزيد قرن شو قرن ماشي تطريق سوزن بزاف بس جديد باش كنت تنقلي لي ذات الكاسيد يزورني بين غالي شوية ماشي هو متى تاعي ولا مشى
تقريبا كزت شغل عبرات ربع ساعة حسب السيدون بين 10 دقائق وكل ساعة وربع ساعة طريقا العصيرين اللي بغياك تاع الصار طريقه تسمى الكاريه كي تزاد ولكن ديريك لا هذا الشيء عاد غادي تستدو باش تسدي صنع عمار راه تجي تصفى يلا ها هي ديك الطريقه اللي تدز الزيت ياك ها الشوارج تدز الزيت اشنو يغطان لينا اييه لينا غطان ندي كل شيء يا لينا شاري جاينا دي دغين الزيت هنا دي دغين المرجان لا المرجان كي زاد تيلي الزيت تيلي الزيت في الله دغين تيلي الزيت في الله هذا السوس نتاع الزيت هنا زيت تسفت ها الزيتين اييه دين هاد ديال الطعم هذا تكزو ملي ندغ المرجان دا تكزن سي زاد تقيم الزيت في الله الزيت في الله هكا يعطيك الصحه حسب الزيتون كلا جوج سنه لعب ولا جوج لترو اسم هذا اي لعبار كلا 3 لتر اي لعبار حسب الزيتون الزيتون باش ورد وريت كيان لا النسان لا نور السان لا الرحمن الرحيم نكوني دي دغات المعصر تخديات المعصر تقدمت ارنطالب المبادره الوطنيه للتنميه البشريه دغ تعاون هذا تعاون الماتريال الجديد ادونا اللي انت البريصات تاع تاع الزيتون تاع والنخ وراسي هذه الكركات تاع اي تاع العصير وريكفاي يورش تاع الزيتون ديال المعصر ارن طلب الدولات تعاوني في اللحن الصغار يحاول ضات
اشكو يغلاس المازوت اللي نونا ورغين متنا ديال تستخدم هنا ديال تستخدم المواتر سلغلا المازوت يقيم لي سكولار نتاع الشجارير نتاع الا الزيتون يقرخ في سكولا ارت دعام المخطط المغرب الاخضر اريت دعام البوتاغوت الفلاحي اللي كيبارد الغرس الضيعات الجديدين يقيم الشجر المثمر اريت نتات وكاسي يحاول داس يقور الزيتونه في اللي نسولا تكون في اللحم زون ورتدي سيوي وديان ات دايت نتاج ولا ينور دايت سيوي ديال الانتاجنس لان الوزاره الفلاحه الاعوان الفلاحيه وردت تعاون وردت تعاتني من تما تزون الزيتون ما تسيارن هذا طون الشجر الطياط باش تغرس تيلي الانتاج غرس الشجر لو كنا تخاطر تاري مزيان دايت بزكره كرا ورياد اللي ما يرون يقن الزيتون سويات يمالو والو ما يرون مياه اريد تفخسي هنا والو رياد اللي ما اه ورديا ديالك الانتاج أنا طلب الوزارة تعاون متني كي تقول شيء نتي السين نوناخ هذا سنت كدعمي من المازوت دوين نوناخ هذا السوان الصيف هذا الصيف الصيف يتي للإنتاج أرتم تد الشجر المثمرة دي ضيحة ودات أريت نتا اللوز أريت نتا الزيتون أريت نتا التزارت ولو ما يسكسون كي ناخ والو ما تني دعامين يوم معلم متنو ورغرسني اللي المدخول ما السوان اماني قرواسي في الليل جفاف وشكرا يا السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله رغع فكك سقساك كيفاش الخدمه الشرمي خدمتنا نعصر الزيتون اذا تخدم 24 ساعه على 24 ساعه نغد غير 12 ساعه لا الخدمه الزيتون ندير دوز ايكيب ندير سي لاند تخدمياتي الصباح تخدمياتي الكيط إني 24 ساعة على 24 تخدم مع الصرت ثانيا بالنسبة للخدمة الزيتون وتفيد تخدم يتلك بكل شيء تخدم كل شيء كيف تفوت نسكر جزء كيف تخدم يتلك تخدم يتلك تخدم يتلك تخدم يتلك تخدم شكرا